ارتفعت قيمة العمليات المنفذة في قطاع التشييد والبناء بشركات القطاع الخاص إلى 56 مليار و400 مليون جنيه عام 2016 مقابل نحو 40 مليار جنيه عام 2015 بزيادة قدرت بنحو 42%. وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الارتفاع لزيادة الاتجاه نحو تحديث البنية التحتية خاصة في قطاع الكهرباء والطرق والمباني السكنية. وذكر الجهاز أن إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من المباني السكنية بلغ 12 مليار و600 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 40.5%. كما بلغت إجمالي قيمة ما تم تنفيذه من المباني الصناعية نحو مليار و700 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 26.1%.